شبه كبير بين إيفانكا ترامب وإعلامية عربية. خطفت الإعلامية التونسية عائشة عثمان الأنظار مش بس لبراعتها بعملها الإعلامي، إنما كمان للشبه الكبير بينها وبين إيفانكا ترامب بنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فعائشة بتشبه إيفانكا من ناحية لون الشعر، ملامح عينيها وشفافة بالإضافة لجسمها الممشوق وطولها. وبتشتهر الإعلامية التونسية عائشة عثمان بحواراتها السياسية والفنية من خلال برنامجها عائشة يلي بتناول مواضيع فنية وغنائية وبينعرض على قناة هاني بعل، وهي من الوجوه الإعلامية المعروفة والمشهورة بتونس والجوار العربي. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه، انزوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.